مساء الفل طول الوقت واحنا فاهمين اننا بنتجوز ونخلف عشان نربي ولادنا ونكبرهم لحد ما بتيجي في حياه كل واحد فينا اللحظه بيكتشف فيها ان العيال كبرت وساعات هم اللي بيربوه زي باش مهندس نادر بطل قصه حقيقيه النهارده اللي بعد بيقول لنا بنتي الكبيره قررت تربيني وتعلمني الادب عشان شافتني بعمل حاجه من حقي اعملها كزوج واب لكن هي شايفه ان ارتكبت جريمه ولازم اتعاقب عليها العمر كله طب يا ترى ايه اللي الاب عمله وبنته قررت ان هي تربي عليه تعالوا نسمع الحكايه من اولها ونشوف نادر بعت لنا يقول لنا ايه اسمي نادر سعيد مهندس ديكور وعندي 39 سنه، اتجوزت في سن صغير لما كان عندي 24 سنه، وعندي حاليا بنتين وولد رنا 14 سنه ورغد 10 سنين وانس 5 سنين، قصتي بدات من قبل الجواز بخمس سنين لما حبيت بنت زميلتي في كليه فنون جميله وعشت معاها قصه حب كانت الاربع دفعات بتتكلم عنها لدرجه اني وانا في رابعه كليه رحت اتقدمت لباباها وقلت له انا عايز اخطب بنت حضرتك واحجزها من دلوقتي عشان نتجوز بعد التخرج ما قدرتش ااجل خطوه اني اتقدم لبعد التخرج لما عرفت ان في عريس متقدم لها وحضرتك ضاغط عليها عشان تقبله بصراحه يا عمي انا وبنت حضرتك بنحب بعض جدا وعمر ما حد هيحبها ولا يسعدها قدي بس اللي حصل ان الخطوه دي جننت باباها وخلته يعاند لما عرف ان بنته رفض العريس بسببي ورفضني وصمم يجوزها له عشان كان العريس المتقدم من عيله كبيره وعنده شقه 200 متر وعربيه فخمه وكل الامكانيات اللي بتحلم بيها اي بنت وبعد وصل التهزيق واهانات لسه لحد دلوقتي مش ناسيها باباها رفضني وطردني وقال لي فيما معناه اني مش من مقام بنته وانها هتتجوز من واحد يليق بيها وهددني باللي ممكن يعمله فيا لو ما شلتش الموضوع ده من دماغي <applause> كلامه وجعني قوي والبنت انهارت حاولت تنتحر بعد اللي حصل لكن خلاصه الكلام انها اتجوزت في الاخر من العريس التاني بعد ما قلت لها شوفي مصلحتك لإن مش أنا اللي أشجع بنت تكسر كلام أهلها اللي ربوها عشاني ده غير أن أبوها اللي جرح كرامتي بالشكل المهين ده كان مستحيل أحط إيدي في إيده تاني وأقبل إنه يبقى جد ولادي وخطبت بعدها بنت خالي اللي كانت بتحبني من صغرها وأنا كنت زي المغفل مش واخد بالي لكن لما حصل اللي حصل شفت حياتي بشكل مختلف واكتشفت ان جواها ليا حب عمري ما كنت احلم بيه كنت بالنسبه لها يا سالي جوزها واخوها وابوها وبتتمنى لي الرضا باي شكل عمرها ما زعلتني ولا شفت منها اي شيء وحش وحسيت ان ربنا بعتها لي عشان تكون احسن عوض بعد اللي مريت بيه عشت معاها 13 سنه كلهم سعاده وحب ورضا وكانت وش السعد عليا من بعد جوازنا بسنتين فتحت شركة صغيرة كده للتشطيبات والمقاولات وكسبت كسبت الشهد زي ما بيقولوا وبدل ما كنا متجوزين في شقة 80 متر نقلنا بعدها لشقة 180 متر في مصر الجديدة وبقى عندي عربية أحدث موديل وحياتي اختلفت تماما والمرة الوحيدة اللي حصل بيني وبينها زعل كان لما شافتني فاتح الفيسبوك على بروفايل ندى ندى البنت اللي كنت بحبها زمان الكلام ده كان من كام سنه لما جيت افتح الفيسبوك لقيتها بعتالي طلب اضافه ودخلت بروفايلها اشوفه فوجئت انها سنجل غصب عني وقتها شريط ذكرياتي رجع سنين طويله لورا ولقيتني بفتكر كل اللي فات ودخلت بدافع الفضول اشوف بروفايلها اكتر من مرة لحد ما فقت على صوت بنت خالي في مرة وهي بتقول لي مسكين تلاقيها وحشتك مش كده رفعت الموبايل قصادها وقلت لها خدي امسكي وشوفي بنفسك هي اللي بعت لي طلب إضافة مش أنا افتحي الماسجر وشوفي لو لقيتي حرف واحد بيني وبينها اعملي اللي انت عايزاه بكت وقالت كفاية عليا نظرة الاشتياق اللي شفتها في عينيك كفاية اني شفتك سرحان في صورتها مش محتاجة اشوف اكتر من كده بس انا بوست ايديها وقلت لها مفيش مخلوقة في الدنيا في قلبي وحياتي غيرك هي بالنسبة لي ماضي وانت بالنسبة لي النهاردة وبكرة وطول العمر اللي جاي حقك علي وقمت ماسك الموبايل وعمل لها بلاك وفضلت اراضي في مراتي كام يوم لحد ما هديت بس للأسف بنتي الكبيرة رنا اللي كان سنها وقتها حوالي عشرة أو حداشر سنة خدت بالها من اللي حصل وفضلت كام يوم قلب عليا وبتكلمني من تحت الدرس قال ايه عشان واخدة صف مامتها رغم ان البنت حبيبة أبوها بس بنتي الكبيرة رنا من يومها وهي حبيبة مامتها خصوصا انها كانت بنت عنيدة جدا من صغرها عندها شخصيه قويه وكنت كتير بتنرفز عليها واضربها لكن مامتها كانت بتعرف تسيسها وتحايل فيها لحد ما تقنعها تعمل المطلوب منها من غير عنف او عصبيه عكس رغد وانس اللي كانوا متعلقين بيا بشكل مش طبيعي كنت في نظرهم السوبر هيرو وبطل احلام طفولتهم كلها اللي مش بيشبعوا من القعده واللعبه معاه كل منزل يروحوا يقعدوا جنب باب الشقه لحد ما ارجع كل اللي فات ده كان مقدمه لازم تعرفوها قبل الكارثه اللي قلبت كيان البيت راسا على عقب وجابت عليه وطي لما مراتي الله يرحمها توفت لا اله الا الله بقاء لله يا باشمهندس نادر واكيد عايز اعرف مشاهدين كمان عايزين يعرفوا ايه اللي حصل مراتي يا سالي وزنها زاد بعد ما خلفت ثلاث ولاد كانت نفسيتها وحشه جدا كل شويه تقولي لي عايزه اعمل عمليه تكميم معده عشان ارجع تاني زي العرايس وافضل حلوه في عينيك بدل ما انا حاسه اني كبرت واتدهولت كده كنت أقولها لها ما تقوليش كده يا حبيبتي انت هتفضلي طول عمرك جميله في عيني وست البنات وعمر ما حبي ليكي هيقل او كان مرتبط بشكلك او وزنك كفايه عليا طبتك واصلك وحنيتك بعدين إنتي حلوة في كل حالاتك لكن هي كانت مصممة مصممة بشكل مش طبيعي حاولت كتير أقنعها تنزل الجيم تعمل دايت لحد ما وزنها يبقى ينزل واحدة واحدة لكن كانت كل شوية توريني صور بنات قبل وبعد العملية وتقولي دي صاحبتي فلانة شفت حلاوه إزاي؟ ودي قريبة مش عارف مين شفت اختلفت إزاي؟ لحد ما اضطريت أسمع كلامها من كتر الزن يا ريتني ما سمعت مراتي يا سالي بعد العملية حالتها اتدهورت بشكل مش طبيعي وللأسف الشديد حصلت مضاعفات صحية قضت عليها في ظرف شهرين ونص بالظبط من غير ما حد فينا يلحق يستوعب ايه اللي بيحصل لما الدكتور قال لي البقاء لله حسيت اني بحلم فضلت اغمض عيني وافتحها وانا مستنيه فوق من الكابوس ده عشان اجري عليها واحضنها وقال الحمد لله الحمد لله اني كنت بحلم بس للاسف ما طلعش كابوس كان الحقيقه المره اللي لازم اتصالح معاها غصب عني واشوفها ربي عيالي الثلاثه ازاي من بعدها فضلت سنتين بربي عيالنا الثلاثه بمساعده اختي وامي لحد ما امي تعبت قوي وصحتها بقت مش مساعداها واختي جوزها كانت له سفريه كان لازم تسافر معاه لما الامور اختلفت واختي سافرت وامي دورها بقى محدود قوي حسيت اني بضيع لا بقيت عارف اهتم بشغلي واكل عيشي والشركه بقى حالها دايما في النازل ولا في نفس الوقت بقيت عارف العب دور الاب والام لحد ما اضطريت افكر في الفكره اللي كنت بهرب منها ومش عايز الجا لها ابدا <applause> اني اتجوز واحده تانيه تساعدني في تربيه الولاد تعرفي يا سالي في وقت من الاوقات فكرت اشيل البلاك من البنت اللي كنت بحبها زمان ولحد دلوقتي ما اعرفش هي ايه اللي حصل لها وخلاها رجعت سنجل ولا ايه اللي رجعها تبعت طلب صداقه بس قلت لا مستحيل دي الانسانه دي اللي كانت سبب في زعل مراتي وحبيبتي مني ودي الانسانه اللي بنتي رنا عرفت حكايتها لما سمعت مامتها بتتخانق معايا ولما طلبت من صحابي ومعارفي يشوفوا يشوفولي واحده بنت حلال وتتقي ربنا فيا وفي عيالي فوجئت ان رنا طلعت اكبر من سنها بنتي يا سالي اللي لسه عمرها 14 سنه بمجرد ما عرفت اني بفكر في الجواز قالت لي عمري ما هسامحك حتى لو شلت الفكره دي من دماغك وما اتجوزتش برضو مش هسامحك كفايه انك فكرت في يوم من الايام ولو مجرد تفكير تتجوز بعد ماما لما حاولت اشرح لها وافهمها البنت حالتها النفسيه اتدهورت اتدهورت لدرجه ان هي بدات تتخيل اني ممكن اكون عملت العمليه لمامتها عشان تموت واروح اتجوز واحده تانية وقعدت فتره عند امي ومقطعاني تماما ولما رحت اخدتها بالقوه بقيت عايشه معايا في البيت زي الاغراب لا بتاكل ولا بتشرب ومش بتكلمني ولا حتى بتبص في وشي كانها مخطوفه عند واحد غريب لكن اختها واخوها التانيين لسه متعلقين بيا بقوا متعلقين اكتر بعد وفاه امهم الله يرحمها والاتنين تفهموا كلامي عن الجواز لكن رنا لا ووصل بيا الحال انها قالت لي لو مش عايزني اموت سيبني اروح اعيش مع تيتا ورغم اني وقفت كلام عن الجواز خالص عشان ارضيها لكن البنت لسه زي ما هي على حالتها <applause> قصة النهاردة عن وفاة الأم اللي كان سنها صغير وسايبه وراها ثلاث أطفال محتاجين رعاية وزوج في الثلاثينات لسه قدامه عمر طويل صعب يعيشه من غير زوجة وشريكة حياة وإنسانة تانية تساعده إنه يكمل رسالته في تربية أطفاله سمعنا كتير عن ستات برضو بعد ما جوزها توفي في سن صغير كانت الواحدة منهم لسه بشبابها لسه جميلة زي ما هي بس رفضت الجواز ووهبت عمرها كله لولادها لكن خلينا متفقين ان اغلب الرجاله ما بتعملش كده لو اتعكست الايه مش دلنا ده اللي انا هناقشه النهارده لاسباب كتير جدا مش موضوعاتنا يعني مش موضوعنا دلوقتي ومش هتكلم فيه دلوقتي لاننا بقينا قدام مشكلة اكبر بتهدد مهندس نادر بطل قصة حقيقية النهاردة اللي زوجته اتوفت بعد ما عملت عملية تكميم معدة وحصلت لها مضاعفات كتير وهو لسه عنده 38 سنة وعنده بنتين وولد وبعد سنتين حاول فيها ان هو يقوم بدور الأم والأب ما بقاش قادر يكمل وشركته وشغله اتأثروا ففكر في الجواز بس بنته الكبيرة رنا اللي عندها 14 سنة رفضت وقالت له عمري ما هسامحك حتى لو شلت الفكرة دي من دماغك حتى لو ما اتجوزتش برضو مش هسامحك انك فكرت في يوم من الايام ولو مجرد تفكير انك تتجوز بعد ماما وحالتها النفسية باظت خالص لدرجة ان هي بدأت تتخيل ان هو اللي عمل لمامتها عملية التكميم عشان تموت ويروح يتجوز واحدة تانية وصل بيها الحال انها قالت له لو مش عايزني اموت سيبني اروح اعيش مع تيتا بقيت مقاطعه تماما وعشان كده منورانا ومشرفانا النهارده دكتور امل محسن استشاري الصحه النفسيه عشان نقول مهندس نادر نعمل ايه اخبارك يا مالي ازيك عامله ايه دكتور امل الحمد لله ايه رايك الحمد. في قصه النهارده بقى القصه دي فيها حاجات كتير قوي مم. بس انا ح... يعني هبتدي من حيث وهنتهي اوكي البنت دي محتاجه آه علاج آه نفسي آه طبعا وانا هتبناها هتولاها وعينيها كلها والله معلش انا بالذات اصل البنت دي عندها حاجات ما اتقالتش في القصه ايه بقى اولا ما فيش بنت طبيعيه بتاخد الموقف ده يعني الموقف ده بيتاخد بس هو مبالغ فيه قوي لا ممكن تكون بتحبه قوي وغيرانه عليه قوي ثانيه واحده هقول كل الاحتمالات يلا موافقه هو غلطان في حاجات تجاه البنت دي من قبل موت مامتها كان بيضربها ما كانش بيسيسها ويحيلها انا قريت في قصة ضايقتني كي... قوي ده آه ضايقني دا قوي مم. فانا عايزه اقول له اول غلطه عندك سابت لها عندها ازمه نفسيه تجاهك ان انت ما كنتش بتعرف تتعامل معاها وان انت ضربتها الضرب بيربي عقد وبيربي صدمات وازمات نفسيه وتحتاج ما بتروحش بادويه بتروح بطريقه معينه في الكلام وطريقه معينه يعني في الف... بطريق بطرق تانيه طيب. الدواء ما بيحلش حاجه م. وانصحك ابعد عن الادويه يعني لو انت بتفكر توديها لدكتور نفساني او تبقى عايز مستني راي حد يقولك الدواء عمره ما مسح روما من حياه بني ادم الدواء بيهدى الاعراض الخارجيه للازمه لكن الازمه بتفضل موجوده هي هي م. تمام ففي طرق تانيه انك, إنك تتعامل مع الصدمه فالبنت دي عندها صدمات من الاول من العنف اللي كان بيمارسه ابوها عليها. أوكي. دي حاجه. م. تاني حاجه انه بدايه المشكله مش الخناقه اللي سمعتها البنت من بين باباها ومامتها على البنت الاولانيه اللي كان هيتجوزها الخناقه بتاعه الفيسبوك دي. امال ايه؟ دي مش اول صدمه. إيبقى. أنا متاكده م. باحساسي كده والله اعلم او ما بين السطور وانا اول مره في تاريخي معاكي اتكلم على بين السطور اه انا دايما بحب اخد الحاجه بس محدده بس بتتكلمي كام قبل ما تبقي ك كدكتور انا دلوقتي قضيتي م. البنت دي انها في سن خطر المراهقه اصلا مشكله في كل البيوت رعب رعب ملوش حدود م. وخيال علمي وحاجات يعني ودي اللي بتاسس شخصيتهم بقى يا يمشي عدل ويحتار عدو يا اما تبقى حاجه كلها عليه بعد كده طب. فخلينا نقول له انه م. العنف الاسري وانه اكيد هي حضرت خناقات اخرى او بعض التعليقات سمعتها خلتها تشوف انه باباها يعني مامتها ضحيه مم. يعني بنت عمرها ما هتقول ده اكيد انت اللي وديتها للدكتور عشان دي تعمل لها عمليه عشان تموتها كتير اه يعني. من غير ما يكون في دليل وهي لسه طفله او مش مش بس قالت دليل من غير ما يكون في يعني عدة حاجة. احداث استشفت منها ده يعني خليت خلت عقلها اللاواعي يكون طريقه كده شايفه ابوها بيها انه ما بيحبش امها كفايه يمكن كمان في حته تانيه ان مامتها كانت في الاخر وزنها ومش حاسه بثقه بنفسها وحاسه انها مش حلوه زي زمان وكده فوصل احساس معين للبنت دي ان مامتي معذبه معذبه في حياتها وان بابايا ممكن يبص على حد تاني عشان مامتي مش حلوه او مامتي بقت تخينه ولا هي مامتها اللي كان عندها انسكيورتيز ما هو ده او مش عارفه ده بقى اللي انا عايز أيوة. اكمل الجمله ممكن يكون مش الزوج خالص على فكره في ستات يعني انا مش بدافع بس في ستات فعلا تبقى هي هو الراجل راضي ومبسوط يا ستي انت على طول ما عندكيش ثقه بنفسك ليه بالزبط. او اللي قدامك راجل كرش انت بتحبيني ليه بتحبيني على ايه او انه انه على طول دا مقتنع دا بكده يا سيدي ده بتبقى آه. المش يعني تعالي اقول لك على حاجه نبتدي بقى هي الست بس انا مضطره اقول شويه حاجات اكتر حاجه مطمناني انها كانت بنت خاله او آه. قريبتهم فهيتقي ربنا فيها كده كده لانه خلاص من العيله يعني اه دي من العيله ح... تاني حاجه ان مم. هي دخلت الموضوع وهي عارفه بدليل انها كانت بتبص تشوفه بيعمل ايه على الفيسبوك هو في حد فينا بينسى الحب الاول الاول طب خديني واحده واحده اجاوب على سؤال سؤال <applause> لا انا عايزه اعرف اصل انت بتقولي شافته على الفيسبوك طب تعالي الاول التمس له هو الاعذار يعني انا 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 بحلل كل الاعذار في أول. حد بينسى الحب الاول لو قصه الحب الاول دي كانت حقيقيه وطلع منها تمام بس هتفضل ليها جواه حاجه هنعاقبه عشانها لا طبعا يا جماعه طب قولي بقى اهو كل الناس كده انا بقى كنت عايزه انور على الحته دي كملي بقى اهو بنور على الحته بس دي بس انت عارفاني انا معايا نور على طول ايوه انا كنت عايزه اخدك في الحته دي عشان تكملي ها مفيش حد يا جماعه مفيش حد انسان من دم ولحمه واعصاب هيفقد الذاكره في علاقه حلوه او مره في حياته انت لازم لازم هيبقى عنده ميموريز ما قالت له مسكين انت سرحان فيها هو هي ده اوفر اكتنج من الستات يعني ده عدم مساواه في الانسانيه. ده عدم مساواه في الانسانيه، يعني دلوقتي انتي مش عندك ذكريات ذكريات حلوه مع باباكي ومامتك واخواتك؟ اه وشغالينك ومساعدينك وشغلك الاولاني وشغلك مش هيوافق ان انا يبقى عندي ذكرى مع ثانيه واحده بس مش الذكريات دي في منها حلو وفي منها وحش اه وفي منها مهين وفي منها ذكريات مقبوله مين اللي حكم انها مقبوله؟ مين اللي قال؟ طالما انا فاني موجوده تنسى اللي فات يجي لك والله العظيم يجي لك ذاكره يعني <applause> لو هو موجود ينفع انا ابقى بتخيل حد تاني او سرحت بخيالي؟ ايه هذه الاحكام المسبقه؟ عيب إيه, القر... ايه الميزان اللي بيوزن ها. الحكم ده ليه؟ هي اصلا هي اللي ظهرت قدامه على السوشيال ميديا وهي اللي عملت له اد ريكوست كل ده, ده ما حاجة. فيهوش مشكله على فكره دي حاجه كل الناس ممكن تتعرض لها فريدي انا اتخطبت ثلاث مرات وبعدين اتجوزت ثلاث مرات وبعدين راح واحد منهم وبعدين وانا مع متجوز واحد واحد طليقي راح عامل لي اد ريكويست احنا نهزر يبقى ايه انا عملت انا عملت اوكي ما عملتش اوكي, ايه؟ انت ازاي سمحت لنفسك شفت أنا مني بوادر له ايه؟, ايه؟ سمحت لنفسي ايه؟ هي شافت منه ايه بوادر ان هي ايه تعمل له يعني قولي قولي راجل في مجتمعنا ما فيش حد شاف بوادر حد فين القصه المجهوله دي اللي احنا عايزين عن قصه حقيقيه ما هي القصه الحقيقيه اللي جات لنا بنقراها وليه حاطه سنجل بقى؟ دلوقتي بص يا سالي في في انواع كتيرة من البشر في ناس مش سنجل ما بتكتبش وفي ناس سنجل ما بتكتبش, سنجل ما بتكتبش خلي بالك ان كلامك وفي ناس ده ناس اول ما تبقى سنجل تكتب وفي خلي ناس خلي بالك تكتب ان كلامك ده, ده معناه حاجة واحدة بالنسبة لي بس أنا هسألك الأول بصي كل دي أسئلة أنا مش هدي م... <applause> مش هدي, م... مش هدي هسألك سؤال واحد بس تمام يعني هو لو اتجوز البنت دي أو الست دي لو كان بيحبها بعد مراته الله يرحمها ما تبقاش خيانة؟ لا ثانية واحدة ثانية الست ماتت انتقلت لرحمة ربنا رحمة روحت في زون والله كنت عارفة بس انا شفت مش عايزة اجاوب بيكي. خليني انا لسه ما خلصتش الاجابة ماشي اهو, أهو. انا لسه ما خلصتش الاجابة اهو اهو م. فكرة ان الراجل عرف بالصدفة انها بقت سنجل بعد ما مراته ماتت واتصلت بمراته وتموت اه ما عرف بالصدفه مش هي قبل ما واحده, واحدة بعتت له اد فتح لا يا جماعه ثانيه واحده ساري وحياتي عندك عشان خاطري امل لا والله امل اوعي تقولي اه انا ما بقولش اه لا انا بحلل قوي انا هنا مش عشان اقول اه ولا لا انا هنا عشان احلل ما ينفع يتجوزها؟ مش ممنوع في شغلتنا ممنوع ينفع يتجوزها؟ حكم. حكم لله انا انا حكمي بقلبي انه لا ما تتجوزهاش طالما انا مت يا اخي لله هو قال أنه اصلا مش هيعمل كده هل هو كده بيظلم نفسه؟ هذا الافتراء النسائي يعني طب انا بقى لو مت بقى في اثنين ثلاثه هيك يتجوزوا دايما <تضحك> يعني هو بجد هو كذا ظلم نفسه يا راجل ده مضحي وحلو الراجل ده يا جماعه ف يعني نمسك بقى شخصيه الشخصيه نشرحها يلا خلاص أنا, انا عرفت عايزاكي بقى يعني ايه ازاي في الاسئله الراجل ده اتصدم صدمه عمره وتهانت كرامته ورجلته لما راح تقدم لوحده وابوها ظلمه هذا الظلم اه طبعا. فهو كانسان كانسان كراجل انا بحكم حرام. على الانسانيه ده عنده تروما في بدايه حياته. قهر الرجال الراجل ده عشان ربنا كريم معاه في الانسان لما بيبقى عنده صدمه بيبقى قدامه حاجه من الاتنين يا يعني بيروح في اتجاه يروح ما يرجعش ويبقى فيكتم بقى ويبقى ويندب ويبقى فاشل ويبقى كده وينتقم ويبقى في حته ثانيه وحشه يا اما ربنا بيكرمه نقول دايما اللي بيرحمه ربنا بيفتح عليه ويحول الصدمه لنجاح شاف الحب من بنت خاله واتجوز بنت خاله وربنا كرمه وفتح عليه وبقى غني وبقى تمام. هو من جواه رد اعتباره الرجولي الانساني الادمي اللي اتهان فيه في اول حياته لكن اكيد ده ترك جواه جرح صح لان احنا بشر يا جماعه ما هو قال حتى وقال لقيت فيها العوض اه وقال هو الراجل قال ان اتجرح واتهان واتبهدل وتهدد والتانيه دي قالت هنتحر ومش عارفه ايه وفي الاخر ربنا عوضه خير ببنت خاله والدنيا كانت ماشية كام سنة؟ أكتر من 14 سنة أو 13 سنة يعني إيه ده, ده القدر يعني بيجمعهم؟ آه هو بقى بالصدفة زي أي حد يا جماعة تخيل كلنا كلنا عندنا فيسبوك بنفتح بنلاقي طلبات صداقة بنشوف الطلبات ما ب... بتبقاش واضحة قدامنا بنفتح بقى طلبات بنلاقي مثلا 50 طلب صداقة ففجأة لقينا من ضمن الخمسين دول حد كنا نعرفه زمان خربت بيوت فهذا احنا نشوف لقيناه سنجل كل دي مفيش جريمة ده فضول بشري خربت, بيو... خربت فضول بيوت لك... خربت بيوت ليه يبقى عندك فضول ليه وانت قاعد معانا انت قاعد معانا وعيالي وقاعد معانا دلوقتي انا انا امل كده. محسن لما بيجي طلبات صداقه لازم مم. افتح اشوف لو حد عامل بلوك للبروفايل لأ لا هو قال بفتح البروفايل كل شويه لو حد حاطط مفيش كومن كفايه لو حد حاطط صوره او هو قال بفتحها كل شويه وبعد من بعد ما هي ظهرت يا مالي فهي فتح يشوف ايه الحكايه دي مش خيانه خالص يا مش يسير. مره يا مالي كذا مره الله هو كذا مره يعني مش خيانه؟ فضول لا مش خيانه لان ده فضول فضول بشري الخيانة أني أنا أعمل <applause> في رأي تاني فعلاً بيقولك أنه لما هي برضو بتكون يعني بتخلص علاقتها بتعمل عدل لكل العلاقات القديمة فهي ممكن تكون كارجية خربت البيت أنا مش دعوة بيها دي خالص أنا دعوة إنه هو ما عملش خيانة هو ما عملش خيانة ليه؟ الخيانة كانت تبقى إمتى؟ مفيش حاجة اسمها خيانة لو كان فكريه؟ قبل الصداقة وكلمها من ورا مراته دي اسمها خيانة ما فيش حاجة اسمها خيانة فكرية لا الخيانه الفكريه دي حاسب عليها رب ربنا لان ربنا بس هو اللي شايف في الدماغ لا يعني. انت عقلانيه قوي يا مدام انا مش عقلانيه انا بحاول اكون مدام انا انا ما استحملش الكلام ده يبقى ده اي غيره مرضيه لا ده ده حقي لا. يعني انا ينفع اخش اشوف س... خطيبي القديم لا وانا إيه. متجوزه دلوقتي دلوقتي ما خط... يصحش ثانيه واحده ربنا عوضني وحاجه بتفتح حلوه انت فيسبوك لقيتي خطيبك القديم بعتلك لك طلب صداقه انا بقى كسالي انا كسالي عبد ويلي ويلي مقابل. او هقول هقول لجوزي انت ما قبلتيش الصداقه يا ساري عشان يكون في اتهام بس لو هو دخل كل شويه مولي لاني فاتحه الصوره بتاعته وعماله اتفرج على بروفايل is this acceptable؟ لا مش مقبول انت على كده انا ما بشجع <applause> انا مش بشجع انا لا بشجع ولا ما بشجع هي مش خيانه قد ما هي أنا وجع انا بس رافضه كلمه يعني... خيانه على موقف ما هوش خيانه كده تكسر بخاطري انت بتحبي الطريقه دي يلا بينا مول يا جماعه بتحب المرهم كده تكسر بخاطري طب يرضيك لما انت تقعد تبص عليه وانا ابقى عليك عشان انا بحبك قوي ممكن ما ابصش لحد حد تاني غيري ايه يا امل مش هو اعتذر وقال لها ما يقصدش وان ونيل... وقعد يترجاه هو برضو قال لها الطريقه بتاعتك اللي, اللي هي اللذيذه عشان هي دي الحقيقه ان هو بيحبها وعايش معاها 13 سنه في منتهى السعاده طب يعني هو عايش معاها في منتهى السعاده هي توفت هو لو لو اتجوز دي انا برضو عايزه اناقش الحته دي بس قبل ما نرجع لها بس هو لو هو. مش انسان كويس ومش صادق ما كانش بعت ما فيش يعني تعالي نعمل احصائيه كده اللي بيبعتوا الانواع دي من المشاكل عيب يعني بس انا ببص على انا لا كاس. طبعا دول ده ده اب ده اب هيرو ده سوبر ببص هيرو. على الامور كلها من بعيد طبعا. بطريقه علميه محايده لما اعترف ولا ضد طرف انا عمري ما شفت اب بالجمال ده بالمشاعر الحلوه دي بالظبط كده طب هو احنا الاهم ولا عيالنا آه الاهم؟ يعني ثانيه واحده دلوقتي هو أهم؟ عنده عده مشاكل هو آه. عنده هو محتاج يتعالج ويشيل شويه صدمات من حياته سيبك منهم دلوقتي انا لما اجي على لا لا عشان دي ويفز رايح حاجات تتنقل للولاد يعني انا اللي بنقل عيالي كده اه طبعا اوكي لو هو عنده احساس بالذنب تجاه بنت خاله اللي انتقلت ده هيروح للبنات وللولاد مم. لو هو لسه ما عندوش إحساسه بكيانه الكامل من انتهاك رجولته اللي حصلت وهو عنده 24 سنة ده هيروح هيروح في اتجاهات معينة <applause> لو هو مش حاسس بالقوة الداخلية إن هو مش مذنب وإنه ملوش أي علاقة بموت مراته الله يرحمها وإنه هو ضحية كل الظروف وإنه هو في موقف يعني جميل جدا لو ما عندوش الثقة دي هيوصل بطريقة غير مباشرة للولاد انه ضعيف ومذنب مش انا اهم من عيالي اهم انا صحتي النفسيه عشان اعرف اديكم ما تبقوش انانيين لانه دي حياتي انا لا انتوا مسؤولين مني مش انا مسؤوله منكم على فكره هي مين اللي بيقول في راي يجي يقول لك كده انا مش انا اللي بقول كده كسالي أنا ممكن اكون انا هطلع أقوم حنين انا ما اعرفش انا لسه مش ام بس الطبيعي ان انا انا صحتي النفسيه عشان اعرف اقوم يا اخي على حيلي ايه هم الاهم مني عشان اعرف اهتم بيكم ثانيه واحده بس الامومه دي غريزه اه الامومه دي غريزه وفطره وبتتط... وبتنمو وبتتطور مع الام المثقفه مع الأم بس في أم... امهات يا يعني مش احنا ما, ما نضرب مثل بالقطه لو حد قرب لعيلها هيك. تك... تاكل. تاكل كل حاجه بس القطه محتاجه برضه زوج فإحنا إحنا فاحنا مش قطه احنا بني ادمين قديم. بنقرا وبنتعلم وعندنا خبرات وفي برامج وفي توعيه يعني الامومه اقوى من ان انا يبقى عندي مشاعر انثى الامومه أنسة. اقوى من اي حاجه في الدنيا اقوى من مشاعر الانثى ان انا حد يقول لي كلمه حلوه ان انا اتفرج مع حد على موفي حلو ان انا اخد عشوه حلوه ان انا يبقى معايا زوج شريك حياه الامومه اهم من ما انه ما يبقى عندي هي شريك الأمومة حياه الامومه ما خدتش منها ده؟ لا انا قصدي كاب دلوقتي هو اب لوحده يعني احنا بنتكلم على الامومه وعلى الاب لا يعني الاب حاجه بقى. والام حاجه. هي الاب ايه بقى؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال امك ثم امك ثم امك ليه؟ يعني الام تعرف تربي ده لك كنت بقول وبعدين تعرف تربي لوحدها طب ليه ليه الاب بقى؟ ليه ليه ربنا قال كده؟ لانه أم لان العلاقه بين الام الام دي بتشيل جنين جوه بطنها هو جزء منها تسع شهور. يعني لو دي كانت ما مالهاش شبه ما مالها شبه لا يعني تقارن بشيء لو كانت قصه النهارده مش باشمهندس نادر كانت مراته وهو اللي توفى لا قدر الله لا انا ما, كانت ما كانتش هتسال وكانت هتضحي عشان خاطر عيالها 99 يا بصي مش عايز اقول 99% بس مثلا بنسب عاليه جدا بدون ذكر نسب الام ممكن تضحي بكل حاجه في الدنيا لا اله الا الله علشان هذا الامتداد الروحي صح يعني انا بحاول اوصف يعني ايه امومه ده امتداد روحي ده حته من روحي يعني انا ما بنده على اني اقوله تعالى يا ابن روحي يا ابن قلبي يا ابن بطني دي تعبيرات بتطلع مني بالفطره اه طب ما, ما ما سمعتهاش ما سمعتهاش من حد على فكره بس لو الام بس هي دي بقى التعبيرات لو الام او الاب فكروا ان هم يتجوزوا دي انانيه منهم خالص 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 هانكيو. يعني بس نرجع تاني للراجل ده عشان يعمل ايه هم. في موضوع الجواز ايوه دلوقتي انت ليك كل الحق انك تفكر ان انت تتجوز بس هم. انا هديك نصيحه لوجه الله في كلمة بتضايقني جدا في وداني ما ب... ما بقدرش أعديها كده. إيه الكلمة دي؟ أنا هتجوز عشان أجيب واحدة تربي معايا العيال، انسى الفكرة. ده ده بداية علاقة مش هتبقى ناجحة. ممكن أقول فكرة تانية؟ ثانية واحدة بس يا أقول أكمل الفكرة. ماشي. ليه بقى؟ دلوقتي أنت تقول أنا هجيب شريكة لحياتي، يعني أنت الأول أنت تدور على واحدة توافق مع ظروفك تفهم ظروفك تفهم حياتك وانت وهي يكون بينكم توافق مشاعري وعقلي يعني مثلا عقلي ومشاعري 50 50 طب ولو دورت على واحده أحدة. بقى لو دورت على واحده العيال بتحبها لما كل ده. يحصل كده لما يحصل دي خطوه نمره واحد ايه؟ يحصل اللي انا بقوله ده خطوه نمره اثنين لما م. يحصل هذا التوافق الفكري والمشاعري وال... والعقلاني كله مع بعضه نبتدي نعرف الولاد على الست دي كصديقه ما ينفعش اعمل الثانيه الاول لا ما ي... ثانيه واحده بس هو جماعه الخطوات بتبقى عامله كده لما انا بقول لق... للكون لما انا بقول للكون انا هتجوز علشان واحده تربي العيال غالبا بختار انسانه غلط طب ولو انا قلت للكون انا هختار واحده بنتي بتحبها فانا هحبها هو ما فيش حاجه برضو اسمها كده انا الاول لازم الاقي واحده تتوافق معايا لانه انا وهي لو متوافقين الدنيا هتمشي في بقيه الحاجات دام والدتك عايشه ومعرفش والدتها والدت يعني والده مراته الله يرحمها ما ذكرهاش ما ذكرهاش خالص. خالص بس انا بشوف انه ما تحط ما تزرعش جوه نفسك ان في في حاجه في علم النفس نظريه اسمها الاحلال او البديل يعني ايه لما بنفقد حد بندور على طول عقل الواعي بندور على بديل يحل محله ليه؟ يعني فقدت أبوي بدور على حد في مقام ابويا فقدت أخوي الله يرحمه فدايما طول الوقت عندي مشاكل كتيرة انا امل محسن بسبب انا بدي مثل بنفسي انه في في عقلي اللاواعي نظريه الاحلال انا دايما ادور على الاخ البديل حقك فده بيخليك ايوه حقي بس ده بيخليكي تقعي في مشاكل كتيره جدا عم تفتكري ان ده ممكن يبقى ويطلع لك انت في الحاله اللي بتدوري آه. فيها انا اسمع بقى الكلام ده كويس قوي في الحاله اللي انا بدور فيها وانا في حاله احتياج ده اسمها طاقتي قليله وحاله ضعف فبجذب الناس اللي تعرف تستعمل جوايا هذا الشعور بالاحتياج <applause> فارجوكم ما حدش ابدا يعني كل واحد فقد حد فكروا كويس قوي في نظريه الاحلال دي هل انا دلوقتي <applause> انا قوي كفايه ان انا اعرف اختار ولا انا في حاله من حالات الاحتياج والضعف فهجيب حد غلط تريليون في المية صح زي ما بتبقى واحدة عايزة تتجوز بتلاقي حواليها تستغل مشاعري وتمثل انها الام المثالية او تستغل عيالي سيئات عيالي بعد كده ثانكيو او تستغل عيالي وتمثل طبعا وبعدين مفيش اسهل بقى من الفرشه الاولانيه صح اللي هو عيال اه هنا عروسه هنا لعبه هنا فسحه هنا هديه <applause> شكرا دخلنا ايه الدخله المظبوطه يا جماعه هو بيبقى منهج كده ترسم على واحده بتعمل واحد اتنين تلاته بترسمي على واحد بتعمل واحد اتنين آخر تلاته اخر سؤال بقى. بترسم على عيال ايتام بتعمل واحد اتنين تلاته اخر سؤال رنا بس دي. انا عايزه الحته دي مهمه أوي ارجوك يا سامي ها. انه لو سمحت يا نادر ما ما تختارش زوجه وانت في حاله احتياج او احلال هما أو ضعف. هيرجعولك لك هو انا انا هوصلك بيهم ارجوك يعني ارجوكي مفاهش. لازم أيوه. بس انا عايزه اسمع لو في حالات شبه رنا يا يعني رنا بتاعتك رانا خلاص رنا خلاص رنا وعيلتها يعني هي باباها محتاج علاج واكيد لازم نقعد نف... والعيال الصغيره المكتومه دي الابرياء الصغننين مش حاسين بقى مش فاهمين في ايه هم مش فاهمين الدنيا ماشيه ازاي فلازم زي. لازم نقعد مع بس هي رنا اللي, اللي عامله مشكله دلوقتي ان رنا خست رنا دبلت رنا مش عايز تكلم مع حد رنا مش عايز تاكل فرنا نعمل معاها ايه لحد ما تشوف استشاري نفسي او لحد ما يجوا لك يسيبها تروح عند جدتها فعلا زي ما آه اقول عشان لو عايزني عليها في حاجه اه, آه ويكلمها اقول لها كلمتين مفيش حد بيحبك قدي مفيش حد كان بيحب امك قدي ومفيش حد في الدنيا هيكون قلبه عليكوا انتوا ولادي لان انتوا امتداد ليها انتوا جزء منها على جزء مني انا هعملك اللي انتي عايزاه ده مش ضعف مني ولا انت ضغطتي عليا فنجح ضغطك عليا وتحت الكلمتين دول تريليون خط بشترك. عشان مش كل ما نعوز نعمل حاجه نضرب عن الطعام ونموت لانه ده تهديد خطر بشكر خطر على كل الاطراف موافقة بصي انت يعني انا بشكرك يا أمل ونورتيني انت عارفه هي هتعمل فيكي ايه؟ يعني بصي انت شفت موني بدات تتعصب امل بدات تتعصب انت عارفه يا رنا لو وقعت في ايد امل هتعمل فيكي لعند حنيتها انا حنيتها على قد ما هتتعصب بطريقه أنا مش هتعصب عشان, عشان التهديدات انت التهديد. التهديد. ما تجيش بالتهديد عارفه هتعصب ليه؟ آه. لان الناس بتبني حقائق على بتبني يعني قرارات مصيريه على حاجات مش موجوده بس على حاجات مش موجوده على احتمالات في دماغهم فانا دوري نحط البازل في مكانه وننور النور على المشاكل فين ونحلها الاول عشان نعرف نختار صح انا منفعل عشان دي بنت يتيمه نضرب عن الطعام وسيله سيئه جدا ثانك يو القلب بتقطع لي قلب البنت استغلتني بتقطع لي قلب لازم بس اوريها ان انا فأساكي <applause> بابا انا فاسك حلو <applause> 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 ما تعمليش كده بس, <applause> بس انا هعملك بس انا فاسك بس انا هريحك ثانك يا مولي ونورتي ميرسي يا رب ده نورك يا سالي شفتي عصبتي ست ازاي ست رنا شفتي بس ما فيش حد كان احن منك يا دكتور امل فعلا ممكن يتكلم في الموضوع ده بس انا يعني الفقره اللي جايه معاكي في حاجه واحده بس قولي لي ايه هي ان هو برضه هيختار اللي عياله هيقولوا عليها بس لما تكون فعلا هي عايزاه وهم شايفينهم متوافقين لا هو مش هو لو سمحتي قبل ما تقولي كده لو سمحت سيبيني اقول رايي انتي انت بتقولي رايي تقولي اللي رأي. انت عايزاه انا هطلب منه طلب واحد آه. لو سمحت اعمل هولد هولد عارفه في شريط ماشي اه هولد كدا. ان احنا نجيب حد جليس وقف الشريط خلاص مت... وقف كل حاجه لحد ما نحل مشكله رنا ومشكلتك عشان تعرف مفق. تختار حد صح ليك مم. ولولادك. وانا هقول رايي بما يرضي الله. ده اللي انا عايزه اقوله. استنونا بعد الفاصل في قصه حقيقيه. <applause> <applause> اصعب انواع التحدي اللي ممكن تواجه اي اب او ام في حياتهم لما يتحطوا بين اختيارين الاختيار الاول في سعادتهم والاختيار الثاني في مصلحه ولادهم اكيد طبعا اول جمله هتتقال في الحاجات اللي زي دي مصلحه ولادي اهم ولازم اضحي بسعادتي عشانهم بس في قصتك يا استاذ نادر الموضوع ما كانش بالسهوله دي لاني حسيت في كلامك انك مش بتدور حتى على سعادتك في الجوازه الثانيه قد ما انت بتدور على شريكة تانية تشيل معاك حملة تلات ولاد اللي انت مش قادر تشيله لوحدك وعلى فكرة عايز أقولك ان انا بحاول من ساعة ما سمعت القصة هي مقطعة قلبي ان انا بحاول ابذل مجهود كبير جدا عشان اكون عقلانية في الكلام وما لحد على قصاد حد او مفاهيم او افكار ربنا عليها في الوقت اللي حاسة فيه بوجع الست اللي بترفض ان جوزها يتجوز واحدة تانية تربي عيالها بعد وفاتها حتى لو كان بيعمل ده عشان مصلحته تقول لك لا ما حدش يربي عيالي غيري بس حتى لو انا مش موجوده ما حدش يربيهم بس سامحني لقيتني بقول لنفسي طب ما في برضو ستات كتير بترفض ان هي تتجوز تاني بعد وفاه جوزها وبتوهب حياتها كلها لاولادها في حين ان في رجاله تانيه بتتجوز تاني بعد ال الاربعين مش عايز تطلع عشان حصلت انا شفتها كتير شفتها قدام عيني يعني في حالات كتير بعد الأربعين بجد ما بيستنوش بس الحق يتقال انه حسيت في رسالتك ان انت شايل حمل تقيل موجوع تايه مش عارف تعمل ايه وحسيت ان انت كمان مخلص ليها الله يرحمها بدليل ان انت قعدت سنتين بتحاول تقوم فيها بدور الاب والام قاعد عمال بتشوف اختك تساعدك ووالدتك تساعدك لحد ما الظروف بقت اصعب خلاص والدتك تعبت واختك سافرت ده غير طبعا ان واحد تاني غيرك كان وارد ان هو يفك البلوك انا حبيبته يبقى عنده فضول يعرف حبيبته الاولانيه بتعمل ايه او حتى يرجع لحبه القديم اللي هي اصلا جاتلك لحد عندك واكتشفت ان ما بقتش متجوزه كانت بسنجل يعني ممكن تكون هي إيه كانت بسنجل عشان انت تشوفها لكن انت كنت حريص على مشاعر وكرامه مراتك الطيبه الحنينه المرزقه اللي ربنا رزقك برزقها كنت كمان حريص على كرامتك افتكرت بابا عمل فيك ايه ها بس في نقطه مهمه قوي ما خدش بالك منها بنتك الكبيره رنا عندها 14 سنه يعني بقيت في سن المراهقه بكل ما فيه من افكار وهرمونات جديدة، اختلاف نظرتها للعالم، بدأت تكبر بتشوف الدنيا بشكل مختلف ده غير بقى حاجة تانية، انت قلتها في رسالتك انها كانت متعلقة بمامتها قوي لدرجة أن هي كانت أقرب لها منك كل دي حاجات محتاجة خطة ولازم نمهد لها ونشوف معالج نفسي يساعدك في طريقة توصل بيها الموضوع ده ودي للأسف مش حاجة منتشرة في ثقافتنا يقولك العيلة اللي بيروح لدكتور نفسي هو مجنون ولا إيه لا بس بالتالي احنا من ساعة ما بدأنا قصة حقيقية من سنتين وشوية إنه برنامج هنا علمها كويس قوي يا نكون علمناها لكل اللي بيشوفونا مش عيب ان نروح دكتور نفسي دلوقتي بقى يا استاذ نادر المشكله الاكبر ما بقيتش انك تتجوز تاني او لا مشكلتك طبعا انه ترجع بنتك تاني لحضنك عشان حضنها وحشك وان انت تخليها ترجع تحس ان هي بنتك تاني وان انت حنين عليها بنت بتمر بصدمه كبيره وصعبه محتاجه صبر وطول بال وقلنا زي ما احنا قلنا كده تدخل نفسي وبعد ما تتعافى بقى نرجع تاني بقى نشوف طب هل ينفع ان احنا نقول لها بابا هيتجوز عشان واحد اتنين تلاته او واحده تكون هي بتحبها فعلا يعني انا رايي وشفتها انه تجيب لها واحده تكون هي صاحبتها وده رايي المتواضع البسيط يعني واحده تيجي تحاول تبقى حنين عليها ممكن رنا دي في يوم من الايام تختارلك تختار لك العروسه او الام اللي هي تتمنى تبقى مكان امها ممكن تبقى مدرسه ليها ممكن تبقى واحده من خالات صاحباتها واحده من اخوات صاحباتها الكبار ممكن تحصل انا شفتها برضو فبعدها نبقى نشوف هنعمل ايه بقى بعد ما رنا تقوم وتتعافى وتبقى كويسه واعتقد ان انت كمان ممكن تعمل حاجه دلوقتي كويسه لحد ما رنا تبقى تقوم على حالها ان بيتهيالي انه حضرتك بما انك بقيت صاحب شركه وربنا فتحها عليك فاكيد ممكن تكون يعني قدرتك الماديه كويسه ان حرك ممكن تجيب لهم جليسه في البيت ممكن تجيب حد يهتم بيهم او جليسه ست كبيره ممكن تكون ما عندهاش ولاد او خلفت ولادها كبروا وعايزه تربي عيال عندها حنيه الام فعايزه تقعد مع العيال دي حتى يعني ان هو تاخد اجر وثواب وبتاخد برضو اجر بس فعايزة اقول لك ان انت سمعت معانا كلام دكتور امل ويمكن هي من احن الناس اللي ممكن تتكلم في الموضوع ده يعني من اكتر الناس اللي كنت اقتنع بيها وبتتكلم في القصه دي هستنى منك رساله جديده تطمني فيها عملت ايه وهستنى من كل اللي اتفرجوا علينا وسمعوا قصه مهندس نادر يقولوا لي عملوا ايه الواحد عشان يتجوز هيقول لي عياله ايه ولا بيعمل ايه العيال عزبتك في عشان تحاول تتجوز تاني سواء بقى ارمله او مطلقه او ارمل او مطلق انا عايزه اسمع انا عايزه الحقيقه كل ده هنا في قصه حقيقيه هستناكم في حلقه جديده وقصه حقيقيه باي باي